متابعي قناة البرامج التعليمية، أهلا وسهلا بكم مع منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. والنهاردة معادنا مع يونت 13 الوحدة 13 اللي عنوانها I can see a rocket. I can see a rocket، أنا أرى صاروخ. زي ما احنا شايفين في الصورة كذا صورة لوسائل المواصلات زي الاتوبيس والسيارة والشاحنة واليخت والقطار وهكذا. نبدأ مع أول كلمة من الكلمات بص. بص يعني اتوبيس. بص. رقم 2 ترك. ترك يعني شاحنة أو سيارة نقل. 3 بايسيكل. بايسيكل دراجة. بايسيكل. رقم 4 يات. يات يعني يخت. ولاحظ هنا سي اتش سايلنت. روكيت. روكيت يعني صاروخ. استرونوت. استرونوت يعني رائد فضاء. ترين. ترين. ترين يعني قطار. طيب هنا البنت بقى دي ميعادنا دلوقتي مع المحادثة. ميعادنا دلوقتي مع المحادثة. البنت دي راكبة العربية بتسأل أصحابها سؤال، بتقول لهم What can you see؟ What can you see؟ ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدون؟ فردت رد عليها هاني قال لها I can see a truck and a bicycle. I can see a truck and a bicycle. أنا شايف truck سيارة نقل and a bicycle ودراجة. هانا قالت I can see two motorbikes. I can see two motorbikes. تشاور على الدراجات النارية أو الموتوسيكلات وبتقول أنا شايفة اتنين من الموتوسيكلات. رد يوسف بيقول I can see a bus. I can see a bus. شاور على الأتوبيس وبيقول أنا شايف أتوبيس. I can see a bus. درس النهاردة عايز يعلمنا القاعدة بتاعت I can see، أنا أشاهد أو أنا أرى. I can see، ونضع بعدها أداة نكرة زي a أو an زي ما اتفقنا قبل كده. a مع الكلمات اللي بتبدأ بحرف ساكن وan مع الكلمات اللي بتبدأ بحرف متحرك. طب السؤال ازاي؟ What can you see؟ What can you see؟ ماذا تشاهد؟ الإجابة هتكون I can see a or an. I can see a or an. مثلا I can see a bus. I can see a car. I can see a train. وهكذا. الدرس الثاني معادنا مع listening and speaking، الاستماع والتحدث. جايب لي بقى وسائل المواصلات كلها، بيقول لي listen point and say، استمع وأشر وكل. يلا مع بعض. بص. بص. اتوبيس. بايسيكل. بايسيكل دراجة. كار. كار سيارة. موتور بايك. موتور بايك دراجة نارية أو موتوسيكل. تراك. تراك سيارة نقل. فان. فان. فان يعني شاحنة. ترين. ترين. ترين يعني قطار. يات. يات يعني يخت. روكت. روكت. روكت يعني صاروخ. التمرين التاني بيقول لي لوك ask and answer. look ask and answer. انظر واسأل واجب. المطلوب هنا من الطالب وزميله واحد يسأل واحد يجاوب.
اللي هيسأل هيبقى مثلا ماسك في ايده ورقة مرسوم فيها وسيلة مواصلات بها عدد 1 أو 2. فمثلا البنت دي ماسكة ورقة فيها 2 من الدرجات وبتسأل زميلتها what can you see, what can you see. طب هنجاوب ازاي؟ هنقول طبعا I can see, I can see, انا اشاهد. طيب هنا بقى نخلي بالنا ان هما مش درجة واحدة, درجتين. طيب نقول للطالب بقى ايه, لازم يذكر عدد الوسائل المواصلات الاول اللي هو 2. هنا في الصورة 2, I can see 2. طب هيقول بايسكل؟ لا, بايسكلز, بايسكلز. نقول له زود اس, الاس دي بتاعت الجمع, ما يقولش تو بايسكل, غلط, تو بايسكلز. طيب ممكن نجيب ورقة تاني ويرسم مثلا عليها سيارتين, عربيتين, ويسأل زميله يقول له وات كان يو سي, هيقول له اي كان سي تو كارز. ممكن نجيب ورقة تاني مرسوم فيها 2 من الشاحنات ويسأل زميله, أو 3 أو 4, ننوع في الأعداد. مثلا مرسوم فيها 4 شاحنات ويسأل زميله يقول له what can you see, what can you see. زميله هيقول له I can see 4 vans, I can see 4 vans, أنا أرى أو أنا أشاهد 4 شاحنات. طيب لو الصورة مثلا مرسوم فيها أتوبيس واحد هيقول له what can you see, ماذا تشاهد, what can you see. زميله هيقول له I can see one bus, I can see one bus, أنا أشاهد أتوبيس واحد, أو I can see a bus, الاتنين واحد, I can see a bus أو I can see one bus. الدرس اللي بعده معادنا مع الأصوات X, Y, Z, X, Y, Z, هنتعلم ننطقهم ازاي. حرف الـ X موجود في 3 كلمات زي بوكس, بوكس يعني صندوق, 6, 6 يعني رقم 6, فوكس, فوكس يعني ثعلب تاني, X, بوكس, 6, فوكس. حرف الواي ينطق زي ليه, واي, يط, واي, يط يعني يخت, واي, يوجرت, واي, يوجرت يعني زبادي, واي, يويو, واي, يويو لعبة اليويو. حرف الزد زيبرا, زيبرا يعني حمار وحشي, زو, زو حديقة الحيوان, زيبر, زيبر يعني سوستة. التمرين التاني بيقول له look and circle x y and z, هنضع دائرة حول حرف الاكس زي ما احنا شايفين كده في الصورة, بوكس, نضع دائرة حول حرف الاكس, 6, فوكس, عند يط, وهكذا. حرف الواي, حرف الزد. درس اللي بعده look, trace and say, look, trace and say, انظر ومشي على الحروف وكل. طيب بيعلم الطالب ازاي يكتب حرف الاكس, هنبدأ منين؟ هنبدأ من عند النقطة الكبيرة دي رقم 1 وننزل كده, رقم 2 من هنا كده, يبقى كده كده. طيب x, 6, x, books, x, fox, y, حرف الواي هيكتب برضو كده, y, yogurt, زبادي, y, يويو فيها 2 واي. حرف الزد هيكتب ازاي؟ من هنا كده كده كده. نبدأ دايما في كتابة الحروف من عند النقطة الكبيرة اللي هو دايما برضو يبقى حاططها لنا في بداية الكتابة كده, وانزل كده, زد,
زو زد زبر زد زو زد زبر. Listen and write the missing letter. كلمات ناقصة حروف، يلا كده مع بعض. كلمة زبرة ناقصة ايه؟ زد زد زبرة. فوكس ناقصة اكس. يات يات ناقصة واي. الدرس اللي بعده بيقول لي ايه؟ Let's be safe. هيا نكون آمنين، أو هيا نكون في أمان. بيعلم الطالب إشارات المرور. الطالب هنا ماسك يافطة مكتوب عليها أو إشارة مكتوب عليها ستوب، وفي زي طريق كده، وبيقول لزمايله ستوب معناها قف. هنا رقم اتنين بيقول له لوك اند ماتش، انظر وصل. طيب رقم واحد البنت بتشاور على الإشارة الحمراء، طب الإشارة الحمراء معناها ايه؟ ستوب. طب نوصلها بأني صورة؟ ستوب هنوصلها بصورة كف اللي هي ستوب. رقم اتنين بيشاور على الإشارة الخضراء، طب الإشارة الخضراء معناها ايه؟ جو جو اذهب، ابدأ اتحرك عشان الإشارة خضراء، لكن الإشارة حمراء بنقف. طيب رقم تلاتة الولد ده ماشي ماسك إشارة اللي هي بتاعت عبور المشاة اللي هي عبور الطريق، بيقول كروس زرود كروس زرود، اعبر الطريق. نوصلها بالاشخاص دول اللي بيعبروا الطريق. بروجكت معادنا مع المشروع، واللي work in groups draw and make a traffic sign، اعمل في مجموعات وارسم واعمل اشارات المرور. هنا زي ما احنا شايفين كل طالب بيرسم إشارة من إشارات المرور، عشان نيجي في الدرس اللي بعده درس show and tell، كل واحد بقى يعرض الإشارة اللي هو رسمها ويبدأ يتكلم عنها. الولد ده لابس لبس شورتي مرور وفي طريق اهو، وبيقول لزمايله كروس زرود عبروا الطريق، كروس زرود هيبدأوا يعبروا الطريق، وهكذا. كل واحد رسم إشارة يبدأ يكلم زمايله عنها، زي مثلا ستوب وجو وكروس زرود. درس اللي بعده معادنا مع بلاي تايم. بلاي تايم لوك كاونت اند رايت، انظر وعد واكتب. هنا مطلوب من الطالب يقول اي كان سي، بس هيزود عليهم عدد وسائل المواصلات. زي هنا معادنا مع الصورة الأولى فيها ثلاث سيارات، فالطالب مش هيقول I can see a car لأنها مش سيارة واحدة. I can see three cars، three ثلاث سيارات، ونلاحظ إضافة S لكار عشان هي جمع three cars. طب رقم اتنين 1 2 3 4، I can see four bicycles. I can see four bicycles. أنا أشاهد أربع دراجات. هنا معادنا مع صورة الأتوبيس، هو أتوبيس واحد. هنا I can see one bus. One bus. هنا قطارين. I can see two trains. I can see two trains. خمس شاحنات. I can see five vans. Five vans. Look and draw. ارسم انظر وارسم الوش المبتسم او الحزين، حسب السلوك هو سلوك صحيح او سلوك خطأ. السلوك الاول شايفين واحد سايق العربية ويستخدم التليفون اثناء قيادة السيارة، طبعا ده سلوك خاطئ. نبدأ نرسم الوش الحزين في هذا في هذه الدائرة. السلوك الثاني بيعبر الطريق وماسك التليفون، غلط، أو وش حزين لأن ده تصرف خاطئ. هنا بيعبروا الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة وبينظروا يمينا ويسارا، يبقى ده وش مبتسم، ده سلوك صحيح. هنا الولد ده وراكب السيارة بيربط حزام الأمان، يبقى ده سلوك صحيح.
بيعبروا الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة وبينظروا يمينا ويسارا، يبقى ده تصرف سليم. نرسم الوش المبتسم. التصرف الأخير، ولد بيلعب كورة في طريق أمام السيارات، ده تصرف خاطئ.